مع قيمة فنية كبيرة، فنان متكامل غضير العباس. إطلاق كلمة فنان مجازاً ما ممكن، يعني الفنان هذا هو مختبر. يعني أيهما الأصعب عليك، أنك تضحك المشاهد أم تبكي؟ أكو واحد يعني يضحك بسهولة وأكو واحد يعني مجرد. أبدعت في عريف شتار؟ أنا اشتغلت مأمور قسم يعني في دوائر إصلاحية. مثل الدور مشهد ما ضحكوا؟ شخصية مزيقة، شخصية قاتلة، شخصية تاجر بالأعضاء البشرية. تندمت في يوم دخلت المجال الوسط الفني صار؟ بكيت بحرقة يعني. شنو حالتك المادية اليوم؟ لا أمتلك بيت، لا أمتلك أرض. ما طلبت لك أرض من الدولة؟ أنا قدمت طلب مقابلة السيد رئيس الوزراء، قالوا بعد أسبوع نخابرك، وصار هاي حوالي 6 شهور وما خابرك. ليش ما تكون انت نقيب الفنانين؟ قدمت ورقة عمل لإصلاح الاحتفالات وعملوا بها حرفيا، عملوا بها سرقة جهود، هاي سرقة أفكار.